وبدأ الناس في النادي الأهلي يرموا على بعض مين اللي جاب المدرب. امبارح استمعت لأحد الإعلاميين الموهوبين على اليوتيوب وهو صحفي كبير يعني، فقال لك رمى الموضوع كله على عمرو شاهين، وأنا عارف التفاصيل فقلت له مش عمرو شاهين، والله ما عمرو شاهين، ده هو أمير توفيق وعمرو شاهين ومعاهم راس حربة كابتن حسام غالي، هم اللي شافوه ثم عرضوا على الاسطوره كابتن محمود الخطيب وعلى ياسين بمنصور، ثم خلصوا كل شيء واتفقوا عليه وقال لك ده كان معانا من بدر، احنا شفنا ان الراجل ده مشروع وكلام من، فلما طلعوا كلمه مشروع الاخوه في اسكندريه زعلوا، قال لك المشروع ده عندنا يعني الميكروباص يعني بنقول عليه مشروع، لكن الاهلي هينافسنا في المشروع اللي احنا بنركبه؟ ما ينفعش النادي الاهلي ينافسنا في المشروع اللي احنا بنركبه. وزعلوا زعل كبير جدا 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 جدا، قال لك ليه كده يا اهلي، يعني تعملوا معانا احنا كده، جينا على المشروع بتاعنا وعايزين تاخدوه. في الاخر اكتشفوا ان سوارش مقلب كبير، وزاد الحديث عن رحيله. الجميل في الامر ان في بعض الزملاء الاعزاء الفضلاء لما بيشوفوا الماتش بيطلعوا يتكلموا بكل أمانة، ثم بعدها يقوموا جايين عاملين خطوتين لورا ويقول لك للخلف دور لف اللي مت... ايه لازم ندافع. تدافع عن ايه يا عبيط يهبل انت وهو؟ هتدافع عن مدرب مقلب؟ هتدافع اما اداره النادي ما بتدافعش، اما ما فيش حد من النادي بيطلع يتكلم ويقول ده مدرب كفء واحنا واثقين فيه. يا عم طلع قول اي حاجه، قول انك انت واثق فيه وانك انت بتأيده وانك انت بتدعمه وانك انت شايفه مدرب كويس وانك انت شايف حاجه غير كل اللي الملايين شايفينها عشان نقتنع. نقول خلاص الاداره شايفه حاجه، كابتن بيبو شايف حاجه، لجنه الكره شايفه حاجه، لكن دلوقتي اجي اقول على المدير التنفيذي للشركه اقول لا ده هو اللي جاب لنا الراجل ده، وهو اللي طفش روي فيتوريا وطفش خيسيوس وطفش ماركو روزا، وهو اللي طفش كل الدنيا بحاله. طب يا جماعه ده كلام، طب احنا هنصدق الكلام ده؟ طب احنا مطلوب مننا ان احنا نسمع الكلام ده ونقول اه بجد منك لله يا عمرو شاهين انت اللي لا طبعا عمرو شاهين هو الحيطه المايله، لانه ملوش لوبي اعلامي ولا له ناس تساعده ولا تسنده ولا تدعمه، راجل بيشتغل وبس، ملوش علاقه بالتركيبه الباقيه. والحرب على عمرو شاهين سببها ان البعض عاوز يطفشه عشان يجيبوا مدير تنفيذي للشركه يعني تبعه. الدكتور بيتفرج، والله الدكتور بيتفرج، منور يا دكتور، والله يا دكتور منور الدنيا انت وكل الجماعه، والله منورين الدنيا والله بفرح بمتابعتكم لايف وبتفائل بمتابعتكم لايف، يسعدكم ويحفظكم ويرضى عنكم بحق جاه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم فالراجل الناس عماله تتخانق وترمي على عمرو شاهين، قلت لهم يا جماعه عمرو شاهين ايه؟ عمرو شاهين ده مدير تنفيذي للشركه، يعني هيعين الادارات داخل النادي داخل الشركه، والناس عماله تضغط عليه عشان كل واحد عاوز يتعين او يعين اصحابه او يعين حبايبه او يزود له فلوس أو أو, او 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 حاجات بالشكل ده. فالمساله دلوقتي وصلت بقى ان الاسطوره غضبان زعلان متضايق، قال لهم ايه اللي حاصل ده؟ الراجل ده هيطلع مقلب ولا ايه؟ هنشمت الناس فينا ولا ايه؟ الراجل مفيش خالص، قلنا له اجرب بس جرب الدماغ مش موجود، ده مفيش جملة، ده الراجل مش لاقي حاجة يتكلم في الكورة، عملها نشرة جوية وقالك تحسن خفيف في الأحوال الجوية مع احتمال سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة، وكلما اتجهنا جنوبا كلما ارتفعت درجة الحرارة، وكلما اتجهنا شمالا انخفضت، ولكن في تأثيرات لمنخفض مش عارف القطارة على مش عارف أي بدنجان في أي بدنجان. فالفكرة إن احنا المسؤولين في النادي الاهلي لا اسمع لا ارى لا اتكلم، شايفين الكارثه بتحصل ومحدش بيطلع يدافع عن الراجل ولا حد بيطلع يقول اي حاجه، سايبيننا مع نفسنا بنغني. عشان انا كده قلت لهم لازم تغيروا السوفت وير اللي انتوا بتتعاملوا بيه، وانت بتجيب مدرب سرب الاسامي للدنيا بحال، بتفاوض مع الخمس مدربين دول، تستقبل الردود الافعال عن المدربين ده كويس ده وحش ده حلو ده مش عارف ايه ده مميزاته ده عيوبه. وزي ما قلت لك النهارده الشباب الصغير ها بكله بقى بيتابع الكره العالميه وعارف كل الناس وعارف كل الحكايات، وانت بتقول له بتجيب ده ب 120,000 دولار اللي هو كان بياخد كام 20,000 دولار ولا 15,000 دولار في البرتغال، يقول لك والله ده في احسن منه ب 50,000 دولار واسمه كذا وعمل انجازات كذا وعنده طموح كذا وعنده رغبه في كذا وكلام من. لما جيت قدمتهن بان هو ايه الراجل اللي بيصنع المعنويات العاليه، جينا دلوقتي ولا بيعمل معنويات ولا غيره ولا عنده وسيله تواصل مع اللاعبين. يا جماعه هو ما فيش حد في الجهاز كله بيتكلم انجليزي، كله بيتكلم برتغال، يعني انت عايز خمس ثلاث مترجمين على الاقل عشان لما مدرب من دول يبقى شغال مع اللعيبه يعرفوا ينفذوا،
حراس المرمى خلاص اهو اقف اعمل سدد خلاص. طب اللي بيعمل تدريبات تخصصيه، احنا شفنا فرقه امبارح بتتمرن على الدفاع على الكورنرز. ايه يا عم وانت سبت بتتمرن دلوقتي؟ بتمرن يا عم انت بتعمل ده الجديد اللي عندك كده؟ فغضب شيك جدا ضد سوارش. ولو حد قال لك ان مفيش بحث عن خليفه له قول له كذاب، لان الناس اللي جابته هي اللي على غير قناعه به. ولو انت بدات الموسم اللي جاي بسوارش في ظل هذا الغضب الشعبي الجارف الجارف الرهيب هتلبس فيه وهيضيع منك بطولات السنه الجايه. حينها الغضب مش هيبقى ضد سوارش، هيبقى ضد اللي جابه سوارش، هيبقى ضد اللي تعاقده مع سوارش. لانك انت النهارده مش عاوز تنزل على الارض وتناقش الموضوع. مش يا سيدي لو عندك وجهه نظر مؤيده للراجل قولها للناس. هطلع اقولها، هقول وقال الكابتن محمود الخطيب انه يثق كل الثقه في سوارش وفي امكانياته وقدراته، ان هو بيجرب بيجرب بقاله شهرين وبيجرب وما كانش الدوري اتحسب. يعني احنا سلمنا رفعنا الرايه البيضاء والاستسلام للدوري كده، طب خد المركز الثاني. حتى المركز الثاني ما عملتوش، يبقى الواد رمضان صبحي يطلع يقول لك يا حققت طموح خدت المركز الثاني. وانت بقيت ثالث ويعايرك بقى طول تاريخك انك انت ثالث ورحت تلعب في دوري الابطال وكان حق العب في دوري الابطال وكلام بالشكل ده. فالفكره ان مفيش اصلا لحد يحاسب ولا حد يراقب ولا حد يتابع حتى ولا حد يدافع عن مدرب الراي العام فقد الثقه فيه. لا يمكن هينجح في ظل هذه الاجواء. ليه؟ لان مفيش راس حربه يدافع. سيد عبد الحفيظ الوحيد اللي كان بيدافع بعد ما رد على مرتضى قال له ما تكلمش خالص، قال لهم حاضر مش هتكلم. القناه رجعت للنادي الاهلي ما بنشوفهاش بتدافع عن الراجل او بتوضح وجهه نظر او حتى يطلع مسؤولين. الاثنين اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا بيتكلموا او تحديدا اللي كان بيتكلم محمد الضماطي خلاص قال لك مش هتكلم تاني خالص وحط له شوكولاته في بقه وما بقاش يفتح بقه في اي حاجه بالكوره وهكذا. فالاوضاع داخل النادي الاهلي فيما يخص ريكاردو سواريش حاله غضب جماهيري عنيف ستنعكس مستقبلا على مجلس الاداره ما لم ينتبه الناس ويطلعوا يتكلموا ويقولوا ايه وجهه نظرهم في عبقريه سواريش. ساعات ما هو ساعات الناس ما تبقاش واخده بالها من العبقريه بتاعت اللي قدامك. يعني ما عادي يعني هم شايفين حاجه غير اللي احنا شايفينها ماشي، فانت تعمل ايه؟ زي ما هي انت تعمل ايه؟ تطلع تقول للناس ايه العبقريه اللي في سواريش، عرفونا ايه العبقريه اللي في سواريش، ايه الحاجه الحلوه اللي بيعملها سواريش واحنا مش شايفينها. ده يطلع يقوله اي مسؤول في النادي، خاصه اوعى تقول للصمت لغه العظماء، ده مش تركي آل شيخ. لازم تطلع تتكلم وتفهم الناس وجهه نظرك ايه في مدرب ضيع دوري وضيع كاس وربنا يستر لا يضيع الموسم القادم ايضا. فبالتالي الامر يحتاج الى حديث من المسؤولين عن النادي الاهلي عن خليفه سوارش. بيدوروا على خليفه لسوارش وبيتلقوا السير الذاتيه، وامير توفيق بيتلقى سير ذاتيه، واللي يقول لك ما بيتلقاش سير ذاتيه يبقى كذاب كذاب قاشر هيخش جهنم. فالسوفت وير لازم يتغير، السوفت وير لازم يتغير. انت دلوقتي جايب مدرب الناس كلها ضد وكل يوم بيفقد ثقة، كل يوم بيتحول الى اضحوك. فبالتالي هتيجي على اخر الشهر هتقول والله احنا غلطنا وهنمشيه، وعندك بند في العقد يسمح لك بانه يمشي. انا قلت ومهيب عباد عمال لوكلوك فيه ويكرره عشان يجي بعد ما الراجل يمشي يقول لك انا اللي عملت الانفراد ده. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن جد الحسين صلى الله عليه وسلم.